مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس، وحنا في رابع يوم من شهر رمضان المبارك. غادي نقول لكم الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، نخليكم مع قصة ديال الأسرة اللي مصدومين من بعد ما تحكم على الابن ديالهم 15 عام ديال السجن، من بعد ما كان واحد تبادل الضرب والجرح حسب الاقوال ديال الاسره ديال الدري اللي حكموا عليه 15 عام. كيقولوا على انه كان تبادل ديال الضرب والجرح اللي كان الاخ ديالهم متابع بتهمه محاوله القتل. فكيتفاجئوا حسب قولهم، طبعا كيتفاجئوا على انهم لقاو في الملف انه كاينه حتى السرقه. هما الان كيقولوا اه ولدنا الدابز، ولدنا ضرب، ولدنا يعني بغى يدافع على نفسه، وجات السيد ضربه في العنق ديالو يعني بحال اللي مذبوح ولكن ما سرقش. والتهمه والحكم كم ديال 15 سنه جانا صدمه. غنخليكم مع الاسره ديالو شنو كطالب وشنو وقع. سيدي شنو انت السيد اللي تحكم 15 عام؟ ولدي يا بنتي. ولدك عاود لنا شنو وقع من الاول؟ ما وقع بيا الولد هذا بنتي كان كيخدم في الدجاج، كيعيش في سيدي عمر. كان كيبيع دجاج. كيخدم في الدجاج في الشاحنه ديال الدجاج، كيحمل الاثقال. اها. كيعيش في سيدي عمر. اها. هذا الولد هذا جاي يزور العائله ديالو. جاي عندي للدار. كيتفاجئ بهاد الناس هادو طالعين بالسيوف في الشانطي. مهم ربعه ديال الناس. هاد الولد هذا تفاجأ بهم لان ما كانش في علمه والو، لان ما ضارب لاخوه بالليله ديال الاربع اللي غيصبح عليها الخميس. نهار الجمعه هما جاو هاد المسائل طالعين، هو مسكين تفاجأ الساعه اللي كيبداو كيشيلوا يقول له هذا هذا هذا، بدا مسكين كيدافع على نفسه، ما عنده نيه قتل، ما عنده نيه مديبزي، ما فراسو مسكين حتى شي حاجه من هاد الشيء هذا كامل. يعني كان واقع صداع، هو جا ما عندوش في علمه مسكين هو بهاد الشيء هذا بصفه نهائيه، حتى تفاجأ بدوك الناس اللي طالعين في الشاندي. الحكومه كتشوف كل شيء بعينيهم، كاين لي فيديوهات وما بغاوش يعطوهم لانهم كيخافوا منه. هاد السيد اللي بيني وبينه، بيني وبينه خمسه ديال الديور من مور الدار ديالي انا، خمسه ديال الازنيقه من مور الدار ديالي انا. ولكن هاد الوقوع اللي وقع فين وقع؟ وقع لي انا في باب داري، واحد المسافه اللي ما بين داري انا فين كطايح هو ما كملش حتى 10 المترو. اذا شنو كيتسمى هذاك الشيء؟ كيتسمى الدفاع على النفس والهجوم على مسكين الغير. ولكن الولد ديالي انا باش تفاجئ فاش مشيت للمحكمه وكنسمع الرئيس كيصرح وتيقول بان عنده السارقه، وهاد السرقه ديال الليل وهاد الظروف ديال الليل راه تفاجات بها انا. مو طاحت العائله ديالو كلها، ما بقات والحومه كلها كتعرف داك الولد على الصعيد المكناس، تيعرفوا جمال الحوات اللي كيغوتوا له بالمرقب ديالو، مشي يطلقوها في الفيسبوك ولا تلقوا كدا اللي كيقولوا لهم اينو بالله، يسميوه غير بهذا الملقب هذا اينو بالله، كيهضر غير بالله، غير بالله كيهضر، يقولوها ويخيوها في الفيسبوك ويعرفوا داك الولد شنو غادي يردوا عليهم الناس. ما عنده السرقه، ما عنده كذا، ما تعرفوا حتى. ولكن هذه البنت هذه اللي كيقولوا لها اكرام، اللي هي مخبوطه مع هذاك السيد اللي كيقولوا النباش اللي هو وقع معنا المشكل، هذيك السيده راها اعترفت امام المحكمه كتقول لهم انا بالله وبالشرع من هاد الناس هادو، علاش حطوني معاهم؟ ولا حد كاع تصنت لها. وفي المازال عطاتو 10 سنين، طلع للاستئناف كيعطيو 15 سنه، شنو غادي يقولوا الله؟ شنو غادي يقول الله الانسان اللي حرمنا من هاد الولد هذا؟ انا ولدي الا دافع على نفسه راه عنده العقوبه ديال الدفاع، ولكن باش يعطيو 15 عام على السارق ودخلوا له السارقه ويديروا له السارقه بالليل والظروف والمساء، واش ولدي انا كيجلس؟ انا ولدي ما كيجلسش الا الخميس. وكنطلب من الله منكم نتوما هاد العودي في الله يجازيك بخير، باش تمشيو للسوق ديال الدجاج الا بغيتو تساعدو، سيروا للسوق ديال الدجاج وسولوا على جمال. واش جمال عنده سوابق هاد اليوم قبل؟ ما عندوش اختي، عنده 2013 عنده قبضه على المخدرات، المخدرات معروف الانسان اللي كان هادي حتى قبطوه عليها من 2013 الى اليوم هذا ولا عمرو نهار. ويسولوا سولوا على هاد الناس اللي وقع مع المشكل معاهم، يسولوا وشوفوا شنو عندهم. وكاينين ضواحي شدوهم وحطوهم في المحضر شهود، وهما ضواحي وقفوا امام المحكمه خمسه الخطرات ولا حتى شي كلمه تقالت لهم بان واش نتوما ضواحي او شهود. وطلبت من الاستاذ اللي كان كينوب على ولادي، قلت له الله يجازيك بخير ندير مذكره بان هاد الناس راهم ضواحي. حيت انا قريت في الملف اللي عطيتيني دابا شي حوايج اللي ما قلتيهمش، واش بالنسبه يعني عنده سوابق ديال محاولات القتل من قبل؟ لا ما عندوش ولدي. بالنسبه لهذاك الشيء اللي في الدوسي شنو هو؟ ما عندوش هذيك واحد، هي هذه النيت. هي البوليس اختي اللي عمرو دابا هاد المحاولة القتل اللي دايرين دابا، هي دابا دابا هاد المسائل اللي دايرين هي دابا. اما ولدي عمرو ما عنده شي محاولة القتل، عنده قبطة في 2013 مقبوط على المخدرات بصفة نهائية، ولو عمر حتى شي واحد حط يدو عليه من البوليس. واللي كنطلبوا الله منكم الله يجازيك خير. بالنسبة للملف ديال السرقة ولا ديال التهمة ديال السرقة، كاينين الضحايا اللي كيقولوا هو سرقنا؟ ولا واحد يوقف، صغير كبير شيباني كيف ما بغى يكون. مستعد أنا معاودي، أنا هو رئيس عصابة ولدي، إلا وقف واحد أمام المحكمة وقال جمال شفار
انا هو رئيس عصابه ولدي ودير له كيتسرق بالليل ودير له مسائل واحد مسائل غريبه، ولكن فاش تثق بها الرئيس هي فين تفاجئ. علاش الرئيس الاول اللي فاش نتاع العصابتين ما نثقش بها ونتقلب محاوله القتل والترصد؟ هذا الترصد هذا وفين كيكون؟ ولكن هذا راه في باب داري وجايين يهاجمني باب داري، والناس الحومه كلها كتشوف، وهالازنقه كامله من الراس للراس يجيو بهم عذر. وتعطات واحد المسائل اللي تعطات مع السيد وكيل العام بان باش غتكون اعاده النظر، هذيك اعاده النظر اللي تعطات في سيدي بابا كلها كانت مزوره. بسيفانيا اللي حط يدو على ولادي راه حط يدو على ولدي، واللي شهد ديك الزور راه شهد الزور. لو كان قال الحق راه ما غيضرنيش قلبي، ولكن فاش جاو داروا ديك التحريات وعندي علم عليها بان عنده داروا التحريات، ولكن ديك التحريات كلها خرجت ولات السيد وكيل العام ولات كلها كذبه. هذا هو باش زاد طبق على ولدي، ولكن السرقه هي اللي ضرتني انا في قلبي. انا ولدي ما شفرش وما كيعيش في تفرت، وهذه مرته عندها بنيه وبنته راه كتقرا في الثامنه. ربما في ذاك البحث اللي خرج الناس صرحوا على انه كان سرق وكيسرق بالليل، يعلم والله اللي حط يدو راه حط يدو باش يبرقوا شي ولدهم ولا يبرقوا عائلتهم ولا الله اعلم، ولا حتى هما راهم في المحضر ولا الله اعلم. انا ما عرفتش شكون اللي قال، انا ما عرفتش شكون اللي قال هذه الكلمه هذه الله، ولكن كاينه اعاده النظر اللي تعطات من عند قاضي التحقيق اللي قال له هز عليا المحضر وعطيهم السيد وكيل العام، وسيد وكيل العام عطى اعاده النظر. ولكن هذيك اعاده النظر اللي دارت في سيدي بابا خصنا نتعرفوا عليها، ولا بغاو نتعرفوا عليها يوصلوني عند وكيل العام نعطيه واحد الوصف، وهذاك الوصف نعاهد امام الله. الا شفت واحد الوصف هنا امام بالداري يمكن هذيك العائله اللي هما اللي عاطين داك الشيء على ولدي. ما كاين لا هذه ولدي، وانا كنطلب من الله ومنكم يعني بحكم انكم جيران هذوك قراب ليكم انتم في سيدي بابا وهما في سيدي بابا. يعلم الله اختي شنو قالوا من مور ظهرنا، يعني في الاول عطاوه 10 سنين وفي الاستئناف انتم كنتوا انه تنقص تزادت وصلت ل 15 سنه. هذا هو اللي كنا كنتمناو. وعلاش تزادت؟ لان اول ما غادي نسمع من عند السيد الرئيس سمعت منه الكلمه هي اللي فاجئني بها، لان فاش قال له عندك المحاولات القتل والترصد وعندك السرقه الموصوفه بالليل والظروف، هذيك هي اللي طيحتني، لان ولدي ما كانش عنده داك الشيء بصفه. علاش ما قالهاش الرئيس في 10 سنين ولكن تقالت في الاستئناف؟ علاش دارت؟ هذيك هي اللي رفعت لولدي العقوب. ولكن هذه البنت كنطالب من الله ومنكم الله يجزيك بخير يمشيو عند هذا التولان. هذه البنت شكون هي؟ هذه البنت كتسمى باكرام اللي كتمشي مع هذا الولد هذا اللي وقع لنا معاه المشكل اللي كيقولوا الاسامه النبات. هذه السنه هي اللي ضرتني انا في قلبي على ولدي اللي تحطت عليه ديك السرقه. اما ولدي انا راه الساعه اللي وقع المشكل راه ما كانش في الحضور بصفه نهائيه فاش كنت تضرب خوه ديك الليله. شنو كطالبوا؟ كنطالب من الله ومن المحكمه، وكنطالب من الله ومن جلاله الملك ومن الناس المسؤولين باش يشوفوا حقه بهذا الولد هذا. واش فيه هذه السرقه؟ واش فيه شي عنف؟ واش كيدير هذا الولد هذا شي ضجر في الحومه؟ باش نعرف شنو اللقب ديالو؟ اللقب ديالو يسولوا عليه ويرخيوها في الفيسكو ويقول لهم جامع الحوات، ولكن ينوب الله. شكون هادو اللي كيقولوها؟ الناس اللي معاهم في السوق ديال الدجاج، الناس اللي كان كيعيش معاهم، تيقول لهم ينوب الله، يسولوا عليه ينوب الله. وكنطالب من كل من سمع هذه ينوب الله على الصعيد المغرب وكيعرفوا يرخيها في الفيسبوك. ويعرفوا يدير شهادته لله، واش الجامع فيه تشفاط ولا جامع فيه تعدو ولا جامع حقار. فانا كنطالب من الله ومنكم الله يجازيك بخير، كنطالب من امير المؤمنين الله يجعل ربي يجيب له الشفاء، الله يجعل ربي يجيب له الشفاء باش نطلبوا يشوف هذا اللي في يدي، يشوفوا ويشوف هذا اللي ويديروا التحقيق على ولدي. ولكن الا كان ولدي وطبق عليه القانون ديال تشفاط انا بيد الله بدون يديروني رئيس عصابه ويدوني مع ولدي للحبس. واحد الا قال ولدي شفاء الله يرحم الوالدين والله يجازيكم بخير. هذا هو اللي كنطالب اختي، طلبوا من الناس المسؤولين اللي وقفوا في هذا المحضر. الجامع باقي ما جاب ديال 5 سنين باقي ديال 10 سنين. هنايا دايرين بلي انه زعما فايت من قبل انه تعدى على شي واحد وفي نفس مازال ما كان تقادم ودار نفس المشكل. ما عندوش صفه نهائيه هنا، هنا فين كاين دابا المشكل؟ ولو عنده نهار واحد هذاك يمكن يدير له داك الاسامه، راه عنده هو داك اسامه عنده شي واحد اخر راه ضربو محكوم عليه بربع سنين الحبس. راه عنده هو راه عندهم ضرب شي واحد عنده 4 سنين الحبس. شوفوا الزوجه ديالو اختي انت نهار اللي وقع المشكل فين كنتي؟ انا كنت هو راجلك طبعا هذا اللي تحكم ب 15 سنه. راجلي كان بايت معايا نهار ديال ديالهم يديروا التحريات راه خلوني ما كاين ما نقول لك، لان راجلي ما كيديرش هذا الشيء. راجلي ما كيسرق باش فار ما حتى شي حاجه. اسامه تعدى عليه، اسامه جا للباب وتعدى على اخوه وتعدى على والديه. اسامه معدي علينا ماشي حنا تعدينا عليه. كنطلب من الملك، كنطلب من جلاله الملك يشوف هذا في هذا الدوسي هذا ويشوف هذا الشيء هذا. راه غير تعدوا، راه
يعني نتوما كنتو كتنتظروا على انكم الاستئناف يشوف يعني الدوسي بعين الرحمه ويكون تخفيض، لكن تفاجئتوا بانه زادت ليه 5 سنين وحده اخرى. راجلي دافع على راسه، راه جا من الباب دافع على راسه، راه جايين ثلاثه واكرام هي الرابعه، واكرام هي رابعه جاوا بالجناوه كاملين وكيضربوا راجلي. هانتوما خرجوا للباب وخرجوا للسويقه ولا ما قالوا لكش هذا الشيء؟ هما بشهود الناس كاملين. راجلي راه جاي بقشمتو وجاي يصلي داز على امو. راجلي ما شفر ما حقر ما كيدير حتى شي حاجه، والله ياخذ الحق. شحال هذا الشيء باش وقع؟ هذا الشيء شحال هذه باش وقع؟ هذه دابا راه عام و 8 شهور. البارح هاد كان الحكم؟ البارح نهار الخميس كان استئناف. حنا كنتظروا نغسلوا لانه ما دايرش هاد الشهاده حتى زادو 5 سنين. هذا الظلم. راجلي ما دايرش هاد الشهاده، الظلم. شنو هي رسالتكم او شنو كنطلب من جلاله الملك؟ كنطلب من جلاله الملك، انا مزوقه في الله وفيه، باش يعاود النظر في هاد الملف هذا. راه هادي الحقره راه تحقرنا، راه الحقره هادي. نتوما كتقولوا كاين تبادل الضرب حتى ضربوا بيناتهم. ايه جا عنده الباب ودافع على راسه، ولكن شي حاجه اخرى راه ما كايناش. انتما كتقولوا الضرب الضرب ومحاوله القتل، حتى ولو كانت يعني ما تكونش 15 سنه من السرقه. كاينين ضحايا؟ ما كاينينش الضحايا كاع ديال السرقه، وعمر راجلي ما سرق ولا لقاو عنده غير هي ضحيه وحده يديروا فينا اللي بغاو. عمر راجلي ما كيسرق، راجلي خدام في الدجاج، خدام في السوق ديال الدجاج ديال سيدي بوسكري. وراجلي كيجلس غير الخميس، كيجلس غير الخميس بالليل. عطيها مسكينة الله يجزيها عليك. جينا دي الجارة ديالكم بغات تقول كلمة في حق، بغات تقول كلمة في حق جارها اللي كتعرفوا عليكم. السلام. هاد الولد اختي ما تيسرق ما تيدير والو، كان غير دبيزي بيناتهم، وراه عايش معانا في الدار، ولد رضيعتنا وعايش في الدار معانا، وراه كابر ما كاين فيه حتى شي حاجة. كيجي عند امو كيطلع عند امو كيجي يعطيها هذاك الشيء اللي عطى الله اللي كيعطيه لها، ولكن راه ما كانش، كان دبيزي مع اخوه. فاش جا لقى اخوه مضروب والاخرين ثلاثه طلعوا له الباب. هذا الشيء اللي واقع، ما وقع حتى شي حاجه، عمره ما جريس شي حد في حياته. شهاده الله راه تنشهدوها قدام الله تعالى اللي غيحاسبنا. لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن 15 عام راه بزاف عليه. الانسان راه تيقتل روح وسيضرب هذيك ال 15 عام وتيدوزها والانسان تيموت. انا فاش اتصلت بيا قالت لي راه شنو؟ قلت لها الا كان قاتل ما يمكنش نصوروا معاكم. هذا الانسان، هذا الانسان عايش في الحبس ما ميتش، و 15 عام راه بزاف عليه، غير تبادل العنف بيناتهم. هذا السيد اللي وقع عليه المشكل وتحكم ب 15 سنه، شكرا. هذا السيد اللي وقع عليه المشكل وتحكم ب 15 سنه هو الان راه في السجن. راه مشدود. علاش في السجن؟ محيت ضارب الناس ومكريسيهم. راه ضربو عنده جوج المحاولات القتل، هو راه لوسي. ها هو لوسي، شوفي الضرب اللي ضرب لوسي، شوفي هذه الضربه ديال يديه، هذه الضربه ديال راسو. دابا ما تبينهم صافي، غير خليهم تفتح. سيدي رسالتكم الاخيره واضح، كلشي واضح. هذه اختي اللي بغيت نقول لك انا رسالتي الاخيره هي هاد الناس هادو، ها هما اللي دينهم هنايا دايرينهم شهود على ولدي. هادو دينهم الاسماء ديالهم واخا؟ لا، هادو الناس اللي دينهم شهود على ولدي، بغيت عين عارف إذا كانوا هاد الناس شهود كنطالب بالإعادة ديال هاد المحضر ويوقفوهم كشهود، ولكن إذا كانوا ضواحي أختي بغينا نتعرفوا عليهم بأن راهم ضواحي، ولكن علاش داروهم هما ضواحي وعندهم شواهد طبية وتكتبوا المحاضر؟ علاش ما تقدموش بدوك المحاضر نتاع الضواحي؟ ها هما بالأسماء ديالهم حاطينهم لي هنا، حاطينهم لي أختي هنايا دايرينهم لي شهود، وعلا ما غاديش يشهدوا هاد الناس؟ لا والآخر شنو السبب اللي أختي دايرهم هنا شهود؟ علاش؟ لأن الولد ديالي الصغير واخد واحد البنت من عند هاد العائله اللي كان كيدابز معاها هو هاد اسامه، وكيعرفوها في سيدي بابا اللي تقريبا شهرين وبعضهم بعض السراء ولو علاش هاد الولد هذا ياسين ما عمره ما كان دخل في هذا الشيء، ولكن فاش ضرب ياسين قالوا شنو غنقولوا؟ نقولوا بان ياسين وخوته جاوا على هاد العائله. هذه هي الحاجه الوحيده اللي خلاو الضابط القضائيه ما حقوش فيها، ملي كلو كنحقو غيعرفو اي شحال، وكنطالب من جلالة الملك وكنطالب من امير المؤمنين وكنطالب من الله سبحانه الله هو باش يوقف على هذا الشيء. واخا طبعا نتوما ولدكم ماشي بريء 100%، وانما كتقولوا الحكم اللي قاصح الحكم، ولكن حتى المسائل ديال اختي تاع الهجوم اللي بغينا نعرفوا اي الهجوم فين كان، علاش دايرين له الرصد؟ علاش دايرين له بان الرصد على هذا السيد؟
علاش كيقولوها له؟ بان واش انا هادشي الرز واش خلط عليه شي بلاصه خاويه؟ راه باب داري ودارو هو هذيك كتكون فيها السيد هذا من مور داري بخمسه ديال الازنقه. اذن فين وقع المشكل؟ وقع عندي انا باب السويقه، السويقه ديالي انا كتكون في الشارع. وفين وقع هادشي؟ في الشارع، لومبيلونس جات للشارع، البوليس كانوا في الشارع. الشارع ديال داركم؟ ها هو في الدار ديال السويقه، ولكن واش هادشي لقاو طايح حدا دارهم؟ لقاو طايح حدا داري. اذن شنو هاد هذا؟ راه كيتسمى الهجوم هذا. والكلمه الوحيده اللي بغيت نقول كيقولها هو الرئيس بفمه، بان با اللي عليا انا ضربته بحجره من السطح. اذن شنو كيقول للرئيس؟ ان راه كان باب الدار، اذن مهما انا في السطح وانا ما كنتش راه ربي شاهد عليا. اذن شنو خص الرئيس يقول له؟ يقول له بان كنت انت باب الدار. حتى الهجوم اختي اللي كان واضح، هي الماده اللي كانت في يده اللاصقه، كان فيها الخيوط والخنشه، راها امام كاينه في المحضر، والخنشه والخيوط ملويها على يده، وكاتب منها الضابطه القضائيه دايرها بنيه الهجوم، راها في يده مصوره. فاش كانت جات لابيناس راه هزوه بها، لا حول ولا قوه. يديروا التحقيق في يده الشباب، يا ربي يهديهم يا ربي. يديروا اختي التحقيق في يده، يشوفوا غير يده شنو فيها، واش ما عندوش نيه الهجوم؟ غير هذيك راها اثبات، ولكن علاش ما بينوهاش في المحكمه؟ علاش ما هضروش عليها؟ وما خلاوش ولدي حتى يهضر في الاستئناف. جوج هضرات اللي قال جمال وقال له صافي صلاه على النبي، صافي خلي صافي اجل الميل بزاهز، دخلوا خرجوا عطاو لولدي 15 عام. حتى ولدي دابا راه حاله الحال، شكون اللي عرف ولدي كيداير في الحبس؟ ولدي 4 ايام هادي ما كيهضرش دابا، كيداير حالته؟ كيداير المال؟ ها امها هي اللي بغيتي تهضري معاها، شوفي حالته. ها امها هي الا بغيتي الكلمه ليها الله يجازيك بخير، شوفي حالتها كي دايره. واش هادي ام ديال السارقه؟ هو اللي كيخدم عليا. هادي ماشي ام، هادي ماشي ام السارقه. انا مزوقه فيكم، وين ما تشوفوا ولدي راه مشى الدور. انا كنزوق فيكم جلالة الملك، راه ولدي اللي خدام عليا ورجليا مسوسة عليا ومريضة، ما كنلقاش اللي يشري ليا الدواء، راه هو اللي كنعتقني. أنا مزوقة فيكم وين ما شوفوا من حالتي، راه ولدي مشى ظلم وسولوا عليه، راه سميتو جمال، راه جمال ولد حسنين، وبغى يسولوه وما غيقولوا لكم، ما شفار ولا قمار ولا كيتعدى. هو راه جالس مع مرته ما جالسش معايا، ولكن كيجي يحن عليا، باه مريض وخوه ما خدامش، هو اللي كيحن عليا وانا مريضه وكيشري لي الدواء. انا مزوقه فيكم، ها هو جارنا يقول لكم واش هذاك غير خدام حدايا، غيقول لكم واش هذاك خايف. خليهم اخر كلمه غادي تكون الجار ديالك، عشان مالي اخر كلمه غتكون الجار. هاد السيد هاد الولد هذا ها تعرفوا بمعنى كلمه، غرام ديال الشفاره ما فيه، غرام واحد الشفره ما نسيتش الدوري، الدوري تعرفوه بالمعنى كريم. هادي سنين وتعرفوا ما عمرش هاد السيد كيجي يسرق، خدام على وليداتو، عنده وليدات وتعدوا عليه، شنو بغاو عنده؟ هادشي راه ما بغى لا ربي ولا عنده، راه تعدوا عليه. يعني نتوما كتعرفوا نتوما جيران ناس الحي، انا قدامهم تنبيع معطيش قدام الدار ديالهم خدام، وهذاك السيد تعرفوا ماشي عاد من تجيت قدامهم، تعرفوا من قبل سيد الله عمرها سلع داخل سوق راسو، ماشي يتعدى على حد، ماشي يجبد حد، ماشي يلبس شي واحد، وغرام ديال الشفره ما هوش فيه. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا لك على الكلمه بعينيه، شكرا لك تعدوا هذا، شكرا لك رسالتكم الاخيره، رسالتكم الاخيره. كنطلب غير من الناس المحققين الله يجازيك بخير باش يجيو عندي ويحقوا في هذا الشنطي فين وقع الواقعه، باش يعرفوا ولدي الا كان الرصد يديروا له الرصد ويديروا له القتل ويديروا اللي بغاو، ولكن اذا كان الهجوم الله يجازيهم بخير. وشوفوا فين وقع الهجوم، واش ماشي باب داري، وهذا السيد من مور الازنقه ديالي بخمسه ديال الزناقي، زائد اللي ديالو اللي حامل فيها الخنشه والخيوط ودايرها ودايرها الضابط اللي هو ما ذكرش السميه، اللي هو رئيس المقاطعه اللي جا وشافها في يده. حنا ما كنقولوش الاسماء ولد اختي، ولكن كنقول لك اللي جا وحضروا الوقايه المدنيه يمشيو يعطوهم المحضر ديالهم، شنو هزوه بها؟ المستشفى محمد الخامس يمشيو له باش دخلوه في محمد الخامس، شنو في يده؟ وانا من الله بيد جلاله الملك، الرساله واضحه غير باش يحقوا على ولدي. اما اللي شهدوا اختي من وراء الدار ديالنا، الله اللي غادي يخلصهم. الرساله واضحه مشاهدي قناه شوف تي في، اسره كطالب يعني كتفاجات من بعد ما تحكم على الابن ديالهم 15 سنه، فكيقولوا ان هاد 15 سنه هو حكم يعني قاسي، وقاسي بزاف، لان الابن ديالنا ما قتلش وما يعني كانت محاولة القتل، وكانت يعني وزادوه يعني والدفاع حسب قولهم كيقولوا كان دفاع عن نفسه، وداك الشخص اللي دابز معاه هو اللي كان هاجم عليهم، هو الان راه في السجن بتهم واحده اخرى. هذا الشخص اللي وقع معاه المشكل يعني ذو سوابق عدليه حتى هو. على كل حال كنتمنوا رسالتهم توصل الى هنا سيادنا، نقول لكم الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. السؤال ديك السيده اللي في السجن الله يرحمك الوالدين، غير ديك السيده يقول